سعادة السفير، نتمنى اليوم الفريق انجلترا يؤدي أداء جيد في مباراته مع هولندا، لكن احنا ما نتمنى تفوز انجلترا. انجلترا صارت قديمة، احنا نشجع هولندا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شكرا لصراحتكم صديقي وانتهور. طبعا كأسفير بريطاني لازم أشجع انجلترا. أنا انجليزي أيضا، مو اسكتلندي، أو هذا الشيء طبيعي وسهل بالنسبة لي نشجع انجلترا. لدينا النجوم، فإحنا عندنا نوع من التفاؤل، وخاصة بأبو الجود أن هو يكون منقذ انجلترا ممكن في آخر لحظة. مثل دائما الفريق الإنجليزي يسببنا علم وأزمة قلب من التوتر خلال المباراة، بس إن شاء الله يكون إن شاء الله ترتاحون بعد ما تفوز هولندا اليوم عليكم بضربات الجزاء الترجيحية. ماكو راحة، بس حزن يعني أحبائي مال المنوم، وترتاحون إن شاء الله. نشوف يعني الساعة 12 أعتقد، الساعة 10 الساعة 12 إن شاء الله راح نحتفل بالساحات بفوز هولندا. الشيء الوحيد ما نريد بانلتيز، القلبي ما يتحمل يعني توتر بانلتيز مرة. سلامة قلبك، سلامة قلبك وسلامة شباك هولندا من الأهداف. شكرا جزيلا. بإذن الله.